عسليمة ومرحبا بكم في غسيلة جديدة مع أمولة غسيلتنا لليوم هي عجة البطاطا وكل عجة من الزمن الجميل والذكريات الحلوة العجة هذه غسيت ديما تعملها نمي ربي يفضلها لنا وإحنا هيك صغار وكل دونك حبيت نبارطاجيها معاكم اليوم نعرش أنتو مزيدا تعرفوها ويعني تربيتو عليها كيف ولا ليه دونك خلولي في لي كومونتير أنا أخذ البطاطا نتاعي مقصة هيك مكعبات كمية نتاع البطاطا كيف ما تحبوا هوني عندي شوية ملح وشوية هوني تبلو كروية باش نحطهم حطيتوني في معناها البوال نتاعي حطيت المقله يعني حطيتوني هوني شويه زيت وباش نقلي بتبيع البطاطا نتاعي دو كوتي باش ناخد صحفه باش نحط فيها يعني زوج مغارف كبار طماطم معجونه وباش ناخذ مغرفه متوسطه هريسه كانت شوي وبشناخو مغرفة كان تحبوها حاره شويه تضيفوا الهريسه وباش ناخذ مغرفه هروس بالنسبه للهريسه انا العربي ذيك نحضرها في الدار شاركتها معاكم نعملوا طله دونك وتشوفوها تشوفوها ضفت هوني الماء سخون وباش نحل الطماطم تاعي ولا هريسه ولا هروس يعني في الماء هذيك وفي نفس الوقت قاعده نقلي في البطاطا يعني البطاطا يعني نقليوها هكا بتبيع ناخذ ماذا بينا مقله ما تلصقش وباش نضيفه بطبيعه الحال اكاسوس اللي حضرناها نتاع الطماطم عجه بنينه برشا كيما قلت لكم الذكريات حلوه مع خويتي ربي يفضلهم لي وربي يرحم خاي كيف كيف يعني العجه هذه كيما نقولوا احنا اذا اذا عملتها امي راهو ادي ما اخر الجمعه راهو ما يعني باللحم والكل دونك بلي موجود في الدار بالبطاطا باش تعمل لنا الاكله هذه ونحبوها برشا الحقيقه وتربينا عليها واكيد يعني الحاجات هذوما ما ما ننساوهم مش بطاطا ديما نحب نبارطاجيهم حتى مع بنيتي ومعاكم انتوما زيد كيف كيف ضفت هوني شويه الثوم ويعني وغطيت غميتها بالماء وهوني بطبيعه الحال حتى لين تجيب البطاطا نتاعي دونك باش نحط هوني الكعبات نتاع البيض ولا العظام كيف ما تحبوا انتوما تجمو تحطوا كعبتين ثلاثه اربعه كيف ما تحبوا يرجع لكم انتوما الشوا ان شاء الله يا ربي الفيديو يلقى منكم هكا تشجيع ولايك وبارتاج وفي نفس الوقت بارتاجيت معاكم هكا فكره نتاع فطور ولا عشاء خفلف وسهل وما يستحقش برشا باش نقفو في الكوجينه العجه نتاعنا هوني حضرت عملت يعني كيف كيف خبز الطابونه كان تحبوا نشارك معاكم الغسيت وخليوا لي في لي كومونتير نتاع الطابونه شاركت قبل طريقه جديده الحقيقه باش يجيكم الخبز هشوش ان شاء الله يا رب طلعوا الفيديو وتعملوا بختاج ولايك ونحب زيد كيف كيف تتابعوني على قناتي على اليوتيوب وإن شاء الله ربي نلقى منكم التفاعل اللي لحد الان مزلت ما لقيتش التفاعل اللي نستحقه في امان الله نحبكم برشا